هو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. فقوله عليه الصلاة والسلام: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها 100 كذبة، هكذا بفتح الكاف، فيكذب معها 100 كذبة. فهناك فرق بين كذبة وكذبة، وذلك لأن النحويين يفرقون بين اسم المرة واسم الهيئة. أما اسم المرة فهو فيما يتعلق بالعدد، وأما اسم الهيئة فهو فيما يتعلق بالهيئة والصفة. تقول: جلست جلسة، تريد العدد. تقول: جلست جلسة، لا تريد العدد، وإنما تريد جلسة على صفة معينة. واسم المرة واسم الهيئة كلاهما مصدران، فيكون أصل اسم المرة وأصل اسم الهيئة من المصدر. جلس يجلس جلسة، جلس يجلس جلسة. فلو كانت هنا كذبة لكان فيها تفخيم وتوضيح لصورة هذه الكذبة، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو العدد. وهل هذا العدد يراد منه التحديد أم يراد منه المبالغة؟ بمعنى، هل هؤلاء الكهان يكذبون 100 كذبة لا يتجاوزونها ولا ينقصون منها، أم أن المراد من ذلك المبالغة، فربما يزيد عدد هذا الكذب على 100 وربما يكون أنقص؟ الصواب أنه للمبالغة، بدليل رواية أخرى في الصحيحين: فيكذب معها 100 كذبة. وذكر العدد الزائد إذا أريد منه المبالغة فلا مفهوم له، كما قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو استغفر 70 ما غفر لهم. قال تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومما يؤكد أن المقصود هو اسم المرة ذكر العدد، قال 100 كذبة، وفي الرواية الأخرى 100 كذبة.